أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول عن قول الله عز وجل هماز مشاء بنميم، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتان، ما المقصود بذلك؟ لا يدخل الجنة نمام، هذا وعيد شديد، هذا من أحاديث الوعيد، وليس معناه أن المؤمن لا يدخل الجنة، وإن كان قد يقع في النميمة، لكن هذا من باب الوعيد، أو أنه لا يدخل الجنة في أول وهلة، وإنما يعذب ويتأخر دخوله الجنة. فالمؤمن لا بد من أنه يدخل الجنة، ولكن بعضهم قد يتأخر عن دخول الجنة بسبب أفعاله وذنوبه وسيئاته. نعم. هماز مشاء بنميم، هماز يهمز، في يغمط الناس قدرهم، مشاء بنميم بالنميمة، وهي نقل الحديث والوشاية بين الناس، في الحديث لا يدخل الجنة نمام. نعم.